السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة وحلقة مهمة في نفس الوقت. ان شاء الله اليوم حنقوم بتسميد الفول الاخضر بالسميد الازوتي. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك لو عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا كل الخطوات اللي لازم نقوم بها. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذا الفول الاخضر بعد 3 اسابيع من الزراعة. مثل ما تلاحظ امامكم ما شاء الله طبعا كل البذور اللي زرعناها نبتت واصبحت بهذا الحجم مثل ما تلاحظوا امامكم. وطبعا كذلك استغلينا المكان هذا وزرعنا الخطين مثل ما تلاحظ امامكم. فطبعا في هذه المرحلة اول حاجة لازم نعملها انه احنا نقوم بعزيق التربة. فاحنا طبعا قمنا بعزيقها مثل ما تلاحظ امامكم حتى يعني ازالة الحشائش. وبعدها مثل ما تلاحظوا يعني في امطار مثل ما تلاحظ امامكم التربة مروية. فالخطوة اللي بعدها حنقوم بتسميدها بالسماد الازوتي. بالنسبة للسماد الازوتي نقوم بوضعه في هذه المرحلة حتى تصبح ساق النبات سميكة لانه مثل ما تلاحظ امامكم. وكذلك زيادة في المجموع الخضري وكذلك اتسرع في النمو. فان شاء الله هذه اول دفعة حتكون يعني دفعة ضرورية لازم يتم اعطائها للنبات. وطبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذه طبعا شكل السماد الازوت. هنقول بسم الله ونبدأ بإضافة السماد بجنب ساق النبات. حنقوم ان شاء الله حنسمي ان شاء الله كل النباتات ونفرجيكم الصورة. وطبعا بعد ما رفنا كميات قليلة بجنب ساق النبات مثل ما تلاحظوا حنوريكم. فطبعا هذه كانت اول دفعة نقوم بتسمية طبعا الفول الاخضر. وطبعا الخطوة اللي بعدها خطوة كذلك ضرورية انه احنا لازم يتم عزيق التربة حتى يعني يستفيد منه النبات وبعدها نقوم بالري مباشرة. فان شاء الله الخطوة اللي بعدها حيتم عزيق التربة بهذه الطريقة حتى نغطي السماد مثل ما تلاحظ امامكم بهذه الطريقة. كذلك ازالة الحشائش. نقوم ان شاء الله بعزيق كل المكان ونوريكم الصورة. وطبعا مثل ما تلاحظ امامكم بعد ما غطينا السماد الخطوة اللي بعدها حنقوم ان شاء الله بالري. وفي النهاية ان شاء الله يعني حنقوم بمتابعة
الفول الأخضر حتى إن شاء الله الحصاد، وإن شاء الله حنتابع بقية المحاصيل. طبعا أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة، أتمنى لو في سؤال تكتبوه أسفل التعليقات، وأتمنى منكم تكونوا متابعين معانا الفول الأخضر. ومثل ما تكلمت إن شاء الله هنتابع بكل الخطوات، وإن شاء الله هنتابع التسميد القادم، وإن شاء الله هنتابع البطاطا. ولو في سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، ولو في سؤال مثل ما تكلمت، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.